اي مكملين اكيد بموضوع الرجم كان بهم كل الامهات المرضعات. بالتأكيد زينب، محطتنا الأخيرة اليوم مع عالم التغذية، ورح نحكي عن غذاء الأم المرضعة والأطفال حديثي الولادة، ومتى ندخل لهم الأطعمة المرافقة لحليب الأم، وما هي نوعية هذه المأكولات. أسئلة رح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك إيفانا، صباحك، كيفك؟ كيفك؟ تمام، هلا يسعد صباحك صباحي، إيفانا. يعني اشتقنا لك أول شيء، وانا اشتقت اشتقت لك. لكم. خلينا نحكي يعني الأم المرضعة يمكن غذاءها هو مختلف شوي، تمام. حتى غذاء طفلة. فخلينا نحكي أول شيء عن غذاء الأم المرضعة. هلا بشكل عام نحن بدي احكي انه الام المرضعه كل يوم لما بترضع في 3 ل 4 كيلو من الحليب هي بتعطيه للطفل. فاذا ما كان كل الحليب فيه كل العناصر الغذائيه الموجوده اللي بحاجه لها الطفل، فشو بيعمل الجسم وقتها؟ بياخذ من عناصر الفيتامينات الموجوده بجسمه وبيعطيها للطفل. ومن اهم الفيتامينات اللي هي ممكن تاثر عليها الفيتامين د، مشان هيك هي كثير لازم تاثر على تاكد على الالبان والاجبان، لانه رح ينقصها اذا ما هي ما عم تاكل. حياخذ من الدال، حيصير عندنا مشاكل بالكلس، فيتامين د والعظم، هشاشة العظم. هلا كثير لازم تكثر فواكه لانه فيها كل المصادر الغذائيه والفيتامينات والمعادن اللي بحاجه لها ولطفلها. الاسماك كثير مهمه، الخبز كمان فيها تاكل، ما انه مثلا بيقولوا لك انا سمناني بعد الولاده بدي اوقف الخبز، هذا اكبر غلط. هي اكثر الحالات اللي بنشوفها انه دكتور انا بدي اعمل دايت. ما في شيء اسمه دايت لمرضعه، المرضعه بتاكل كل شيء لانه عشان توصل المصادر الغذائيه للطفل تبعها، كحبوب، كبروتينات، كنشويات، كمان كفواكه وخضار، كلها بدها تكون موجوده. وكثير كثير مهم تقسم، يعني تاكد على الحليب والاجبان والالبان تبعها. تماما، يعني قلتي نقطه كثير مهمه ايفانا، انه الام او بعد الولاده دائما يعني بهمها انه تحافظ على جسمها وتعمل تمام. انواع دايت. هلا هون شو بتنصحيهم؟ كيف بيقدروا بنفس الوقت انه يعطوا غذاء صحيح صحي لاولادهم وبنفس الوقت يحافظوا على جسمهم؟ هلا نفترض ما بدنا ناكل خبز، مو انه نحن نحرم حالنا خبز، ناكل خبز الاسمر. دائما الفطور بيكون غني باللبنه، الجبنه، البيض، الخضار دائما يكون موجود، او زيتون. حتى هلا تبتعد شوي عن المرتديلات، احيانا بنخاف السوء التخزين ياثر. تبتعد عن الشغلات اللي بتعمل نفخه مثل القرنبيط الملفوف، البقوليات، لانه هي كلها بتاثر على البيبي لما يكون عم ترضعه. تبتعد عن الاكل لانه الحليب بياخذ طعمه الاكل تبع الام. تبتعد عن الاكل اللاذع الحر، الحد اللي فيه بهارات، هاي كلها بتاثر على البيبي. عن الثوم، عن البصل، هدول القصص لانه كلها بتروح على الطفل بتصير بتاذيه اصلا، بجوز يكره الحليب. هلا على الغداء تتغدى مثلا تخفف مقالي، تخفف كميه الدهون والدسم، عشان لانه ما رح تستفيد. اوكي تحط بس ما رح تستفيد غير انه زياده وزن، بما انه هي بدها تحاول تخسر هالكم كيلو اللي زادتهم خلال الحمل. دائما لازم يكون في سلطه على الفطور او خضار او على الغداء او العشاء، ويكون في سناكات هي الفواكه، الكوكتيلات، تحط حليب قليل الدسم او حتى كامل الدسم، ما في مشكله وهي مرضعه لانه عم بيروح كل هذا. فيها تمشي، تكتر مي، كثير مهم المي للارضاع، المكسرات النيه سواء الزبيب، هدول القصص المشمش كمان كثير مفيده كسناكات. مثل البسيطه هي بتحافظ، تاخذ مصادر غذائيه بحاجه لها وبتحافظ على رشاقتها، وبنفس الوقت ما بينقصوا شيء للبيبي. هلا خلينا نحكي عن البيبيات حديثي الولاده. يعني لما بتعمل العجايب بابنها، وفي منهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا معلومات ايفان عن جد بتكون مغلوطه احيانا، وحتى نوعيه الاغذيه ممكن تضر الطفل. يعني تمام. دائما المعروف بعد 6 شهور فيك الطعمية اللي بدك اياه، فاشرحي لنا هي النظريه لكل الامهات اللي بدك اياه. ولا ما لا مو بدك اياه اكيد. هلا نحن امتى بنقدر ندخل الاكل؟ من 4 شهور ل6 شهور. بس شو هو الاكل؟ بالنسبه للنشويات هي بتكون عباره عن رز، ممكن شعير، الشوفان. بالنسبه للخضار بطاطا وجزر فقط. بالنسبة للفواكه موز وتفاح ونجاص. طبعا فينا نسلقه نهرسه. بالنسبة للفواكه الأكل الثاني يكون مسلوق. ليش؟ لأنه الطفل بلش يقدر يمضغ، بلش يقدر يقعد شوي، راسه ما ينحني، هذا كله بيساعد للأكل. هلا من 6 ل 8 شهور بتفوت البروتينات اللي هي شوية دجاج، ممكن أشياء بروتينية، بقوليات ممكن، بس مع الحبوب اللي هي الرز والشوفان والشعير. الفواكه هون بتصير غير انه تفاح ونجاس وموز، بصير فينا ننزل له شويه مانجو وشويه البرقوق اللي هو الخوخ العريض. تمام. وفي بالنسبه للخضار مع الجزر والبطاطا بتصير الكوسه. هلا بقى عندك من 8 شهور بتبلش الالبان والاجبان تفوت. بعد السنه نحن بنعطيهم العسل. هلا في كثير اغلاط العسل بيقولوا ثقيل على المعده، بعد السنه هذا ينعطى العسل. فهيك هي بتقدر وقتها شوي تفوت له بقى شويه طبخ خفيف بعد السنه. هيك بتكون هي من نظام صح، ما نقصه ولا مصدر غذائي، هو اوريدي بيكون لسه عم بيرضع البيبي.
حتى لما نحن بنرضع الحليب الام فيه البروتينات وفيه الحديد وفيه النشويات وفيه المي، فما ما تاكلها من الام، تفكر انه الطفل ما عم ياخذ كل المصادر الغذائيه اللي بحاجه لها من حليب الام. كمان في كتير كمان اشخاص بيقولوا انه اذا الطفل ما اخذ حليب امه هو شوي بتكون بنيته ضعيفه، قديش هذا الموضوع مزبوط؟ واذا في كتير اطفال كمان ما بياخذوا حليب الام، كيف بيتم التعامل مع هالموضوع؟ هلا هدول الاطفال اللي من يعني بدها تكون عندها مشكله صحيه، الام ما قدرت ترضع، هون بدها تضطر تعطي حليب الصناعي، او بدها في ناس بتقول لك حليبي ما كفى، كمان بدها تستعيض معه بالحليب الصناعي، يعني هون ما في حل ثاني غير هيك. هلا بالنسبه للحليب، ليش هو فيه عناصر غذائيه ومصادر بتقوي جهاز المناعه، ففعلا الطفل اللي بيرضع للسنه لمده السنه بتلاقي جهاز المناعي تبعه اقوى، لانه فيه كل المصادر اللي بحاجه له، مثل ما قلت فيه مواد بتقوي الجهاز المناعي تبعه. إيفانا خلينا نحكي كمان شوي عن الام، كيف ممكن انه تتعامل مع طفلها بالاكل؟ في عم نقول مسلوق، ويمكن انواع جديده من الاكل بجوز ما يتقبل الطفل وما يعرف يعبر من غير انه يدير وشه ما بده ياكل، كيف فيها تتعامل؟ تجبره ولا انه تغير له نوع الاكل؟ لا بتغير له نوع الاكل، بدها تحط له شغلات فيها. هلا بالنسبه للاربع، شوفي طول ما انت بلشت تفوتي له وهو صغير 4-6 شهور بتصير القصه عادي، بيتعود تماما وخلص هذا اكلي. اما هي مأخره هي تفوت له، يا بدها تتحايل عليه بطريقه الموديل، بطريقه الاكل، بتخلي اخواته يقعدوا ياكلوا معه او اهله، فصير مثلا في حدا متعلق معه من اكيد دائما بيبي يكون في حدا متعلق فيه ياكل مثله، بصير بده يقلده، مضطر اذا تاخرت. اما مثل ما قلت اذا بلش صغير رح يتعود على الاكل لانه ما رح يعرف شو هذا، بالعكس الطفل بصير بيستطعم، بصير ممكن يحبها ممكن ما يحبها، بس مثل ما قلت بده من صغره تبلش له بصير يتعود على القصص. وفي شغله مهمه انه بالنسبه للاشخاص الاطفال بصير معهم حساسيه بالكبر، تمام. هلا امتى لازم يكتشفوها؟ لما تبلش بالست شهور تدخل الاكل، شو مثل ما قلت له شوي شوي البروتينات، ممكن تدخل بيض، هدول القصص تخلش بكميات قليله، فهي بتنتبه ببين معها انه في تحسس ولا لا. وكل ما بكرنا بتدخيل الاكلات البروتينات والقصص والفريز، هذا الشيء بيحمي للطفل انه ما بصير معه حساسيه بالمستقبل. كمان ايفانا يعني في كثير امهات ما بتعرف قديش يمكن الحصص الغذائيه لازم تعطيها لاولادها، يمكن في اشخاص بيتبعوا 3 او اكثر، قديش عدد الحصص الغذائيه اللازمه للاطفال؟ هلا الاطفال من 5 ل 6 المفروض، مو مثل الاكبر، اكثر من الكتار من الكبار سوري، يعني تقريبا هي كل 3 ساعات طعمية اكلي او وجبه، سواء تتنوع بين الحليب وبين الاكل هاي اذا دخلت له الاكل النظامي، اما البيبي بضل على حليبه. في كثير يمكن امهات كل ما بكي ابنه وما عرفت هذا اكبر غلط، بطعميه بجوز موجوع بجوز عطشان، بعدين في كثير ناس اول ما يولد البيبي ما بيعطوه حليب مي، هذا غلط. كنت اسالك عن المي كمان، لازم قد ايه مهم المي وامتى لازم تعطيه الام للطفل؟ تقريبا هلا هي بدها بين 4 ل 5 مرات ممكن تشربوا المي، لانه بيبي صغير وما عم تشربوا الحليب، بس كثير كثير بقول لك عم يشربوا الحليب ما بدنا مي، كثير مهم يشرب المي ما دخل. لا هو الدارج بشربوه يانسون، انوجع يلا يانسون، عرفتي؟ فبس كمان انه قصه الزهورات واليانسون هل هي بتاذيه كمان؟ لا لا ما بتاذي بالنسبه لليانسون والزهورات، بتنيمه بيرتاح، ترتاح الام منه، هي بدها تريحه. لا مفيده له حتى اذا كان في مغص، بس مو لما بده يبكي، كل ما يبكي الطفل يا بالطعمية يا بتشربه مي، احيانا بيكون متضايق من شيء، احيانا بيكون موجوع. يعني هلا في اخر دراسات طلعوا كتير إذا شفتوا على السوشيال ميديا طريقة البكي بيكون مثل الطفل كأنه عم بيحكي بلغة، كأنه جوعان أو موجوع، في إتون عم بيطلع، فشافوا العلماء أنه هو هذا معناته هلأ موجوع فهو بيبكي بهالطريقة، هو جوعان في كلمة عم بيقولها. تنتبه الأم، في كتير حركات لازم وإشارات بتبين هو فعلا إذا جوعان. أنا مثل أختي مثلا كانت دائما كل ما يبكي ابن الطعمي، هذا أكبر غلط. امتى لازم بالفعل الام تتوجه لاخصائيه تغذيه؟ يعني نحن دائما بنعرف الاطفال حديثي الولاده والبيبيات بتلاقيهم اهاليهم يعني بياخذوهم عند دكتور اخصائي اطفال، هون ثقافه دخول اخصائي التغذيه للعائله قديش مهم؟ كثير مهمه. هلا هو طبعا بقول لك الاول والاخير هو طبيب الاطفال هو اللي لازم يطلب انه يكون في تعاون اخصائي تغذيه، تمام. انا بحاجه لاخصائي تغذيه بيكون معي واقف، طبعا اذا في عندنا مشكله طبيه بالطفل بصير في تعاون بين طبيب الاطفال وبين الطبيب الاخصائي، كثير مهم اثنيناتهم مرتبطين مع بعض. هلا ممكن احيانا طبيب الاطفال يسد محل اخصائي التغذيه اذا الطفل ما فيه شيء، بس اكيد هو مثله مثل ما طبيب الاطفال بيشرف على البيبي اول ما يجي الجا
الجنين بصير طفل لازم اخصائي التغذيه يكون بالمشافي موجود، لانه هو اللي بده يحط الغذاء تبعه اذا كان في حاله صحيه خاطئه عند الطفل او الام مثلا ما اجى حليبها. ايفانا، نصائح اخيره لكل الامهات هلا الحوامل اللي مقبلين على هيك مرحله جديده بحياتهم وصعبه، الله يوفقهم ويعينهم. كثير مهم، ما في انا كثير بالعيادات حتى اخصائيين التغذيه، انا بدي اعمل دايت، انا حامل ما بدي اسمن، انا ولدت بدي نحف، اسمه للحامل او حتى اللي جابت بيبي. عندكم نظام غذائي بتكون تاكلون الخمس وجبات، المصادر الغذائيه كلها بتكون تاكلوها سواء عشان ما ياثر لا على الجنين ولا على المرضع او على الطفل حليب الام. فيكم تمشوا، فينا نكتر مي، فينا نستعيد بدل ما نعمل شغلات الدسمه، ناكل الحلو، ناكل هالقصص اللي فيها سعرات حراريه، ناكل اشياء صحيه، اغذيه صحيه، بنستعيد عن هذوليك الاكلات، وبنفس الوقت بنكون اخذنا المصادر الغذائيه وما نقصنا سواء للام الحامل ولا او اللي جابت البيبي. بس كثير مهم يعرفوا انه ما في شيء اسمه دايت للحامل او حتى للي جابت البيبي. نحن كثير نشكرك ايفانا على المعلومات المهمه اليوم طرحتيها ضمن صباحنا، وان شاء الله الصحه والعافيه للام وللبيبي ان شاء الله. شكرا لك ايفانا، دائما هيك مواضيع كثير بتهم الاسره، خلينا نحكي بشكل عام والمراه بشكل خاص. شكرا لوجودك معنا، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.